حياكم الله مشاهدينا من جديد. أكيد مستمرين بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم، ووصلنا لفقرة يا هلا بالضيف. طبعا كثير من الناس صارت تعاني من آلام المفاصل، وأيضا يعني فاهمين موضوع الكسور بطريقة خاطئة، يعني ماكو تشخيص للحالة الصحيحة، لكن بالتالي كلها راح نتناول هذه القضايا من خلال ضيف اللي انضم لنا. طبعا التعريف راح تكون معك عزيز. أكيد يعني أكيد حتكون هذه الفقرة هي جدا مفيدة للأشخاص اللي يعانون من آلام المفاصل بصورة عامة ويعانون من الكسور السابقة. طبعا مع الدكتور محمد كامل الطبيب المختص في جراحة الكسور المفاصل والفقرات. أكيد صباح الخير عليك وأهلا وسهلا بك، حياك الله. صباح الأنوار، حياك الله دكتور. دكتور بداية نريد يعني نتعرف على ما هو الكسر ونتعرف على أنواع الكسر. يعني بشكل عام تعريف عام هو انفصال عظم، يعني العظم ينقسم إلى قسمين أو أكثر، يعني ينقسم إلى أكثر من قسم، فيكون هو هذا الكسر. أنواع إما أن يكون الكسر يعني بشكل عام إما كسور مفتوحة أو كسور مغلقة. الكسر إذا صح إذا كان بدون جرح، يعني الجلد يكون جلد الشخص المصاب يكون يعني جلد تام سليم ما بأي جرح، فيكون فقط يعني تشوه داخل يعني مثلا الإيد تكون مشوهة أو الساقة تكون مشوهة، فيبين أكو كسر داخل الجلد، ولكن الجلد محافظ على نفسه ما بأي جرح. هذا هو من اسمه مغلق، باعتبار أنه كأنما في مكان مغلق. المفتوح لا، لأنه صار أكو فتحة بالجلد جرح. ففي بعض الأحيان يعني قد تكون تصل إلى مرحلة أنه يعني كسر ربما قد يبرز جزء من العظم خارج الجلد، وهذا يكون يعني كسر مفتوح باعتبار لأنه صار يعني فتحة بالجلد فخرج. هذه الكسور المفتوحة يعني تكون أكثر تعقيد وأكثر صعوبة بالعلاج من الكسور المغلقة. يمكن بعض الناس فاهمين الموضوع بطريقة خاطئة، يمكن أنه الكسر اللي يكون ظاهر هو أسهل من الكسر اللي يكون مخفي. يعني طبعا يعني يكون الكسر عفواً. نعم طبعا أكيد يمكن اليوم كثير من الناس تعاني من الكسور، وخصوصا الكسر كسر يعني في بعض المناطق بالجسم تكون بصعوبة أنه الطيب. لكن أكيد رح نتكلم أيضا مع الدكتور بخصوص العلاج وأيضا فترة النقاهة وكل هذه التفاصيل. نعم دكتور. الكسور المفتوحة تكون طبعا أصعب باعتبار أنه هي تكون ناتجة مثلا إما عن مثلا إصابات الطلق الناري اللي تكون مصاحبة بدخول وخروج الإطلاقات النارية، فيكون يعني كسر ويا جرح بالجلد. الحوادث السيارات، السقوط من يعني مرتفع مثلا من السطح، او اي مثلا العمال مثلا من على السكله او غيرها يكون مثلا يسقط فيصير كسر بالساق او بايده، فيسبب انه يعني فتحه بالجلد فيكون الكسر بارز. طبعا هذا الكسر يكون معقد اكثر وصعوبه علاجه، لان بعض الاحيان قد نحتاج الى اكثر من يعني عمليه في علاج هذا الكسر. زين طريقه العلاج الصحيح، انت ذكرت اليوم اكو اكثر من يعني اكثر من مده، او يجوز يعني تدخل العمليات الجراحيه اكثر من مره بنفس الكسر. زين نريد نتعرف على الطريقه الصحيحه لعلاج هذا الكسر، وشلون نقدر ننمي العظم الخاص بينا بالتالي راح نحافظ عليه اكثر مده. يعني اليوم حتى اذا تصير عندنا حوادث خلينا نقول مهما كانت قوتها، يعني بالمعقول ما راح يصير عندنا كسر بابسط حاله، لا خلينا نقول بس بالحالات الحرجه. الكسر بالنسبة للكسور اللي تكون هو الهدف من عندها أنه يعود إلى تقريبا مكانه الصحيح، يعني في بعض الأحيان يكون أكو أكثر من جزء، يعني يتكسر أكثر من جزء، الهدف من عندها هو إعادته إلى شكله الصحيح أو مكانه الصحيح. فإذا ممكن إعادته هذا الكسر إلى شكله الصحيح، طبعا هو التشخيص يكون عن طريق الأشعة. إذا استطاع الطبيب مثلا في الطوارئ أو في أي يعني في العيادة أو أي مكان، إذا قدر أنه يرجع العظم في مكانه الصحيح خلاص يعتمد على التجبيس يجبس الكسر وانتهى الموضوع، اذا ما كان اكو جرح طبعا. وهذا يحتاج مثلا في الاطراف العليا يعني الذراع والساعد يحتاج تقريبا 6 أسابيع للشفاء، وفي الاطراف السفلى يعني ضعف الوقت تقريبا 12 اسبوع يعني شهر ونص، والاطراف السفلى تقريبا 3 أشهر. هذا للشفاء التام طبعا، وقد يحتاج وقت اطول في حاله يعني الكسور اللي تكون لا يعني ما رجعت بشكل طبيعي، أو هناك ظروف أخرى مثلا عمر المريض
إذا كان المريض كبير بالعمر. يعني العمر هل يا ترى أنه عد ما تكون الأشخاص يعني كبار بالعمر أكيد راح يطول عندهم حالة الشفاء؟ أكيد. اللي عندهم هشاشة بالعظام، اللي عندهم نقص بالفيتامينات، اللي عندهم أمراض عجز كلى وغيرها، اللي عندهم أمراض مزمنة على طبعا هذا راح يتأثر وراح يتأخر من عملية التحام هذا العظم ويعني محاولة سد هذا الفراغ اللي حاصل بالكسر. بعض الأحيان هو الاعتماد على التجبيس قد يكون هو حل إذا كان الكسر في مكانه. بعض يسكون سلوكيات غير منطقية اللي هي يعني خارج الطب، يعني اللي هم ممارسات بعض الأشخاص اللي هم يحاولون مثلا تعال أطق لك العظم ما أعرف إيش، هذه يعني سلوكيات غير صحيحة. السلوكيات الصحيحة هي إما أن يكون العظم في مكانه الصحيح أو يعني هو راجع مثل ما نقول. فمثل ما ذكرت حضرتك وناقشنا قبل الدخول للبرنامج اللي هو اللي يطلق عليه مصطلح الفطر، الفطر صح. اللي هو كسر ولكن في مكانه، يعني نشوف العظمين قاعدات في مكانهن خلاص، هذا يحتاج تجبيس فقط. ولكن إذا كان متحرك من مكانه لا يجب إعادته. زين. إذا استطاع الطبيب أن يعيده استطاع، ما قدر لازم ننتقل لمرحلة العمليات. حلو. طيب طبعا لو ردنا نتكلم عن أصعب مكان ممكن يكون بكسر ويكون علاجه صعب بنفس الوقت في جسم الإنسان، أصعب مكان قد يكون هو كسر يعني ربما كسر الحوض أو الفقرات اللي تكون يعني العمود الفقري طبعا، لأن خطورة الموضوع بسبب كسور الفقرات اللي تكون بالقرب من الحبل الشوكي والأعصاب واللي هي تتحكم يعني في كل يعني خصوصا بعض الأحيان يعني كسور بالرقبة، فقرات بالرقبة خطرة جدا، يعني قد يعني خصوصا في بعض الأحيان بحوادث السيارات يعني قد تسبب توصل يعني لا سمح الله لمرحلة الشلل يعني. وهذا نفس الموضوع يعني شلل رباعي، وإذا كانت في منطقة يعني احنا نسميها القطنية اللي هي ويا الحزام تقريبا الجهة الخلفية هذا قد تكون تصل لمرحلة الشلل. هاي طرق علاجها شلون يعني اليوم الفقرات هي جزء من أكثر المشاكل اللي تصادف الناس بحياتهم بسبب الأعمال الشاقة اللي يقومون بها، لأن تعرف اليوم الظروف اللي يمر بها البلد واللي يمرون بها حتى حركة الناس هي صعبة أو فتشيات. نعم. يعني اليوم شون تتعالج هذه الفقرات بالتالي راح أقدر أحافظ أنا عليه؟ يعني خل نوه إلى فد نقطة مهمة جدا، أنه في لحظة حدوث الكسر شون بالضبط شلون الأهل أو الأشخاص المسعفين اللي يحاولون يساعدون هذا الشخص شلون راح يوصلوه للمستشفى مثلا. الأهم مثلا إذا خلينا نقول أكو فد حادث مع السيارة وشخص مثلا فد أكو التواء عنده بالرقبة، لا يحاول أنه يحرك زيادة عن اللزوم لأن احتمال الكسر يكون قريب على الحبل الشوكي. في حال أي حركة غير نظامية وهو شخص غير متمرس في هذه المهنة قد يكون يعني يؤدي إلى بدل ما يفيده للشخص راح يؤدي إلى تكون حواف العظم حادة جدا. فلربما أثناء ما جاي يحاول يعدله للشخص ربما قد يسبب له قطع، وهذا صارت عدة مرات يعني أثناء محاولة الإسعاف. لهذا السبب نشوف بالإصابات الرياضية مثلا داخل ملاعب أو غيرها من يصاب بعض اللاعبين إصابات خطرة جدا. من يدخلون الفريق يدخلون مختصين يخلون الكولر هاي الياخة على الرقبة حتى أثناء نقله حتى بعد لا يتحرك حركة زايدة منا عالم ليس بمنقطع. وفي نفس الوقت حتى الكسور العادية اللي هي بالأطراف نحاول ننصح الأهل في بعض الأحيان أنه يعني على بساطة حتى إذا لقيت خشبة مثلا خليها وأربط إيد الشخص أو رجله إلى أن تنقله، لأن الحافة الحادة هو من ينكسر راح تكون بحافة حادة العظم. هذه الحافة الحادة قد تكون إذا بصفها قريب شريان أو أعصاب ربما قد تسبب قطع للشريان أو العصب. نعم. فحاول أنه لا تظل تحرك بالإيد أو الرجل. نعم. كل شيء هو المكسورة ثبتها على خشبة مؤقتا إلى أن تنقلها. يمكن متأثرين بالأفلام الأجنبية عندما نشوف إحنا فد مقطع ممكن يكون بهذا المقطع فد كسر للإيد أو الرجل، نشوف الممثل أنه يلوي الإيد أو يلوي الرجل، فهم الموضوع يمكن دائما يفهموه بطريقة غلط. الطريقة الأصح أنه نخلي فد شيء ممكن جبيرة مؤقتة يعني. نعم هي هذه الأصح. نعم. دكتور تحدثت قبل قليل عن الكسر وذكرت أنه أكو مصطلح يطلقون عليه الناس بصورة عامة مصطلح الفطر. زين. الفطر ذكرت أنه هو عبارة عن كسر لكن خلينا نقول متقارب. نعم. ليس في مكانه. يعني في مكانه مثل ما تفضلت حضرتك. الأشخاص بصورة عامة عندما يكون عندهم هذا الفطر خلينا نقول
يقولون إصابته تكون أكثر ومدة العلاج حتكون أطول من علاج الكسر بصورة عامة، بحيث حتى في بعض المواسم يكون مردود هذا الفطر عليهم مردود سلبي خصوصا في فصل الشتاء. يقولون إحنا اللي يكون عندنا فطر في العظام ما ينشفي بسرعة وما يتعالج، وفي فصل الشتاء يكون مؤذي لنا. لا، هو طبعا الفطر بالعظم هو إحنا نعتبره أفضل شيء، لأنه هو أصلا يعني صاير في مكانه الصحيح. يعني العظام المكسورة عادت إلى مكانها الصحيح، فيظهر بسبب يعني اكتمال العظم وكأنما هو فطر خفيف. هذا طبعا يعني إنك أطباء بالعكس هذا راح يكون شفاءه أسرع، طبعا أسرع من الجزء العظم اللي يكون متحرك ويحتاج تدخلنا إحنا في أنه نرجع هذا الكسر إلى مكانه الصحيح. لا، يكون يعني هو هذا يعني بعض المفاهيم قد تكون غير واضحة بالمجتمع وغير دقيقة، هي هاي يعني جزء من عدها اللي هي أنه إذا كان فطر راح يكون بالعكس يعني شفاء يكون أسرع ومضاعفاته تكون أقل. ولكن الفكرة وين؟ الفكرة أنه هو لازم يأخذ وقت الكافي، راحة وعدم استخدام عدم الحركة عدم الضغط عليه واستخدامه والتجبيس المدة الكافية. بعض الأحيان قد مثلا نطلب من شخص مثلا فطر في رجله صاير كسر ولكن في مكانه، نطلب من عنده مثلا يعني لازم أنت تبقى في أسبوعين على الأقل بالتجبيس، نلقاهم بعض الأحيان الأشخاص ما يقبل بهذا الموضوع. نيجي ونلقاه يعني دايس على رجله مستخدمها يعني ضاغط عليها ويمشي بيها ويمارس حياته، فهذا طبعا ما راح يعني العظم راح يبدي يتحرك وفهذا ما راح يؤدي الى يعني الدور والوظيفه الحقيقيه في الشفاء. بعض الاحيان قد نذهب احنا حتى الكسور المفتوحه، الكسور المفتوحه بعض الاشخاص نسوي لهم بلاتين خارجي واكو بلاتين داخلي. البلاتين الخارجي هو دوره انه يمنع الحركه الى فتره يطيب بها الجرح حتى ننتقل الى البلاتين الداخلي. البلاتين الخارجي هو دوره مثل التجبيس، هو منع الحركه. احنا الهدف من التجبيس هو شنو؟ هو منع الحركه، ولكن الاشخاص يعني نشوفهم بس اتوقع مده البلاتين تكون اكثر من التجبيس. يعني اليوم بعض الاشخاص نشوفهم بسبب الحوادث اللي تعرضوا لها بحياتهم العامه عد ما يروح للجراح او يروح للمستشفى يقولوا له انه انت اوكي راح نخلي لك بلاتين حتى تتشافى او العظم المكسور عندك يتشافى. نشوف مده البلاتين تكون اكثر، شنو السبب اللي يخلي البلاتين المدة العلاجية الخاصة به تكون أكثر؟ من بعدها أيضا عملية أخرى يكون البلاتين الداخلي. البلاتين طبعا هسه المواد المصنوعة بالفترة الأخيرة بدأت تنصنع من مواد أكثر يعني تطورا، مثل هذا التطور الهائل بالطب اللي يصير في كل مجالاته. فبدأت أغلب مواد البلاتين تصنع الداخلي من مادة التيتانيوم، فلي حتى مضاعفاته وتأثيراته وتفاعله يكون أقل داخل جسم الإنسان. طبعا هو ممكن ان يرفع البلاتين بعد فترات طويله الخارجي يعني من الداخلي. الخارجي طبعا هو كل واحد له اسبابه. البلاتين الخارجي ما يطول فتره طويله، هو وقتي بالضبط. هو وقتي الهدف من عنده هو مثلا اذا اكو جرح، خلينا نقول على سبيل المثال اكو جرح واكو كسر بالداخل، فيكون هنا علاجه على خطوتين. يعني الخطوه الاولى بلاتين خارجي الى ان يشفى الجرح بشكل تام، والخطوه الثانيه هي وضع بلاتين داخلي يعني يرفع للخارجي ويوضع البلاتين الداخلي. لا، يطول فترة يعني ممكن قد تصل سنة أكثر من السنة، وما يأثر على حياته. راح يكون يعني هو يعني الجلد ما يبين الأكو بلاتين داخلي، يعني ما معروف، مو مثل الخارجي. الخارجي لا، يكون بشكل بروز يعني شياش وكذا، فشوية شكله يعني مزعج للمريض ويقيد حركته. أكيد طبعا ما ننسى عندنا اتصالات وأيضا أرقام هواتفنا صارت موجودة بأسفل الشاشة لكل الناس اللي حابين يشاركون وممكن يستفادون من خبرة الدكتور اللي ويانا. طبعا أكيد دكتور احنا مستمرين بحديثنا لهذا اليوم عن الكسور وأيضا الفقرات. لو ردنا نتكلم أيضا عن الفقرات، شوف اليوم كثير من الناس تعاني من عندها، برأيك شنو هي الأسباب؟ يمكن نريد نعرفها. أغلب يعني أسباب الفقرات هي آلام يعني قد تكون لها يعني إما أن تكون نتيجة شد عضلي اللي هو هذا يكون بسبب إجهاد بعد فترة من الراحة. أو يعني الإجهاد الغير نظامي، مثلا شخص يعني كان ما أدى فد واجب
يعني ثقيل كلش أو واجب مجهد خلال فترة 10 أيام أسبوع، ويجي في يوم معين مثلا يقوم بحمل أغراض مثلا، نقل أغراض داخل المنزل، المشاركة في أعمال مثلا يعني بناء أو غيرها، فيكون متعب جدا خلال هذا اليوم، فهذا رح يصير عنده شد عضلي. نعم. بالظاهر هذا رح يكون آلامه قوية جدا وشديدة، أو مثلا يعني مثلا فترات عمل طويلة على الحاسبة يعني، فيكون مثلا في الفقرات العنقية، فهذا رح تكون إما الفقرات العنقية أو القطنية، هي أكثر الأماكن اللي يشكون عندها بآلام الفقرات، أو حتى يمكن إحنا بالمصطلح العامي اللي عندنا يقولون إنه النوم تكون غلط، تكون أكو أسباب يعني آلام بالرقبة وحتى أيضا الظهر، صح هذه المعلومة دكتور؟ بالضبط، قد تكون في بعض الأحيان يعني يكون الاستقاء بشكل غير نظامي. نعم. وغير صحيح، يعني بعض الأحيان يكون مثلا مثلا في سفر فيضطر أنه ينام بالسيارة مثلا، خلينا نقول، أو مثلا مضطر أو مؤقت ينام في مو على السرير مثلا على القنفة أو غيرها، فتكون مثلا يجي بعد 8 ساعات أو 6 ساعات الاستقاء بشكل غير نظامي وغير صحيح، فيكون مثلا عنده آلام بالرقبة أو بالفقرات القطنية. هذا إذا كان آلام بسيطة اللي هي آلام على قدر الشد العضلي. قد يكون موضوع أطور من هذا اللي هو الانزلاق أو بداياته، واللي هو يكون يعني الألم يبدي ينزل على الرجل وعلى الساق وعلى القدم. الانزلاق، قبل عذر المقاطعة وقبل ما تتعمق بموضوع الانزلاق، يعني يا ريت لو تشرح للناس بصورة عامة إنه شنو هو الانزلاق بالتحديد. الانزلاق هو سواء كان بالفقرات القطنية العنقية أو القطنية، هو يعني الحبل الشوكي يتكون، العمود الفقري عفوا، يتكون من عده فقرات بينها الغضروف. نعم. بين كل فقره وفقره غضروف، وبهذه القناه اللي هي تصنعها الفقرات يمر الحبل الشوكي، فهذه حمايه من الله سبحانه وتعالى، خلى هذا يعني الاعصاب تمر في حمايه اللي هي يعني العظام، فحمايه قويه جدا حتى لو تكون سهل الوصول لها، وبالتالي ضررها كبير على البشر. صح. ولكن بعض الاحيان هذا الغضروف اللي هو بين كل فقره وفقره يبدي تصير به اضرار. نعم. هذا الاضرار، الضرر اللي يصير به ياثر، يبدي يضغط على واحد من الاعصاب، من يضغط عليها راح تظهر هذه الاعراض. فاذا كان ضغط بالمنطقه العنقيه، يعني الاعصاب الطالعه من المنطقه العنقيه يضغط عليها، فراح يصير الم يعني أطراف العليا، ويكون وصل إلى مرحلة الخدر والضعف، يعني يبدون يقولون بعد ما نقدر حتى نشيل مثلا كيس المسواق أو غيره، بعد ما نقدر نشيل، أو ابني طفلي ما أقدر يعني أتعامل وياه، فتصير صعوبة. هذا طبعا بالبداية إحنا جزئين، جزء الحسي والحركي. نعم. بالبداية بس جزء الحسي اللي هو يعني خدر وحرارة، إذا انتقل للمرحلة الجاية اللي هو الحركي حتى العضلات بعد ما يقدر يشيلها، هي مرحلة خطرة جدا يجب التدخل بها. وهذا نفس الكلام على أطراف السفلى، يبدي يقول ألم بظهري وينزل على رجلي، وبعدها خدر وحرارة. ولكن إذا يعني بالمصطلح العام يعني يقولون تنمل رجلي، ولكن إذا وصل الموضوع لأنه بعد يشوف صعوبة في الوقوف أو ضعفة رجله، هذا طبعا مرحلة خطرة، انتقلنا للجزء الحركي من العصب، وهذا يعني ما تبشر بخير، فالأفضل يكون هنا تدخل يعني. الانزلاق يعني هو باصطلاح عام يعتقدون أنه يعني هو كأنما يوصفه أنه انزلق، كأنما تحرك يعني هي هذه الأقراص على العصب، ولكن هي مو كلش دقيق هذا الوصف، باعتبار أنه هو يصير بضرر، وجزء من الضرر هو يضغط على العصب. هو بشكل عام أنه هو راح يكون ضغط على العصب، الأفضل به في البدايات المراحل الأولى يعني إجراءات وقائية، تخفيف وزن، استلقاء على سرير يعني طبي، عدم رفع أي وزن زائد، ممارسة السباحة، تجنب الساعات طويلة، يعني يلزمون التليفون لازم يكون بمستوى عينه أو ينزل رقبته، يعني إجراءات وقائية. نعم. ولكن إذا وصل إلى مراحل متقدمة لا، يعني لازم إجراء عمليات بعد ذلك الوقت. نعم. طيب دكتور، لو نرجع لموضوع الكسور، أريد أني بال يعني قبل ما ندخل على الاستوديو سألتك سؤال، قلت لك هل يا ترى أنه موضوع الكسر عد ما نعالجه إحنا، هل يا ترى رح يرجع العظم مثل قبل؟
أم تكون ببعض الآلام ممكن يتأثر ب مثلا انخفاض درجات الحرارة أو الحركة اللي تكون غلط أو مثلا الصدمة بشيء معين؟ يعني أريد أعرف أنه العظم راح يرجع مثل قبل؟ ممتاز، وهذا السؤال كثير يسألوني، هل نعم. العظم وراء هذا الكسر يرجع لو ما يرجع مثل قبل؟ طبعا يتبع عوامل عدة اللي هي أهمها عمر الشخص. نعم. يعني مثلا الكسر اللي يصير بعمر واحد عمره 70 شخص مو مثل كسر بشخص عمره 20 سنة و 30 سنة، هاي واحدة. الشغلة الثانية الأمراض المزمنة المحيطة به، قد ربما يكون شخص عمره 20 سنة بس عنده عجز كلى، مضبوط، واحد عمره 60 سنة بس ما عنده هذا الأمراض. فإذا العمر، الأمراض المزمنة، طريقة الكسر اللي صار بيها، ونوع الكسر، يعني إذا كان كسر مفتت لأكثر من قطعة يعني 3-4 قطع، ويضطر الطبيب لأنه يجمع بيهن داخل العملية ويخلي يعني بلاتين وعدة براغي، هذا ما راح يكون شفاء مثل يكون كسر مجرد قطعتين ورجع الطبيب وخلى يعني البليتة والبراغي، هذا راح يكون يعني شفاء يكون أفضل. يعني كل شيء وحسب حالته. بالضبط، يعني هناك عدة عوامل تجتمع فتحدد. قد يكون في بعض الأحيان ممكن أن يرجع الكسر، يعني العفو، العظم يرجع إلى طبيعته. وقد إذا كان الكسر مفتت، وخصوصا الكسور القريبة على المفاصل، على مفصل الركبة، على مفصل المرفق، تكون صعبة جدا. أما الكسور اللي تصل إلى مرحلة العفوان تكون في مفصل الورك اللي هو اصطلاحا الناس يعني يطلقون عليه الدمك، او يعني يعني عده اسماء. هذه اذا خصوصا بالكبار المسنين فوق 60 سنة، اذا ما كان هناك تدخل في الساعات الاولى قد ربما تنتهي بعمليه تبديل مفصل. زين دكتور، بالحديث عن عمليه تبديل المفصل، اريد اسالك عن الكسور اللي تحدث بالمفاصل الجسميه بصوره عامه، مفاصل العظام، الرسخ، اليد، الكوع، هذه الأشياء اللي يعني اليوم ما مدى خطورة تأخر بعلاجها؟ طبعا أي تأخير في علاج الكسر داخل المفصل يؤدي إلى سهولة حدوث السوفان، سوفان المفصل، بغض النظر عن العمر. يعني حتى إذا كان الشخص المكسور هو من الشباب الأقوياء، صحتهم زينة وعافيتهم زينة، ولكن حدث كسر قريب على المفصل. نعم. يعني طبعا دكتور، عذرا على المقاطعة، لكن عندنا اتصال. أبو إبراهيم من أربيل، حياك الله، يسعد لنا صباحك. حياك الله أبو إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. ممكن أحكي فيك دكتور؟ أي نعم دكتور، يسمعك، تفضل. أهلا وسهلا. ممكن أحكي دكتور؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا دكتور. أنا مرات يصير عندي في إيد اليمين مثل تنمل، يعني خاصة بالليتشي، يعني مثل تنمل، يعني من الشدات ينزل على الصابة إيدي اليمين. بإيدك اليمين بكفك يعني بالكف؟ إيه من الفوق ينزل لي على يم الأصابع، يجي تنمل 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 يمشي بإيدي. نعم. إيه. زين، هذا صار له شقد هذا يعني الألم؟ والله هذا يجي مرات يطول ما يجي، يعني صار لي إذا أقول لك فوق سنتين، بس مرات يجي أسبوع واحد، يوم مرات ما يجي شهرين. زين، أكيد يعني أنه أنت يعني راجعت عدة مرات، سويت رنين؟ والله ما مراجع ولا ما أخذ علاج ولا أبد. ممتاز، هسه راح أشرح أنا الموضوع واسمعه من عندي يعني. إن شاء الله. أنا ما أعرف على الفقرات عنقية إيش مرات يأثر، ما أعرف. نعم، هو راح أناقش الموضوع يعني، اسمع الجواب. شكرا. نعم نعم، خلينا ناخذ اتصال هاتفي اخر حتى نجاوبهم يعني نستفاد من الوقت. طبعا الشيخ مروان الجاف من محافظه اربيل، حياك الله، صباح الخير عليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك الشيخ مروان، حياكم الله، صباحكم الله بالخير. حياك الله، اهلا وسهلا. شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله جميعا. اهلا وسهلا بك، حياك الله. وعياد نوروز مبارك عليكم للشعب العراقي كله. أكيد علينا وعليك. علينا وعليكم يا رب. السؤال الدكتور. اي نعم دكتور. نعم. تفضل دكتور، شلونك؟ اهلا وسهلا، تفضل دكتور. بالنسبه للكسر، اذا شخص عنده ضغط، شلون يكون الضغط عنده في حاله الكسر؟ شلون؟ عفوا، ضغط الشيخ مروان، يعني شخص عنده ضغط، يعني مثلا اذا هو سمين، اي عنده ضغط وكسر رجليه. نعم، يعني كسر وين بالضبط؟ يعني
الكسر بالرجلين بالقدم بالقدم بس هو الدكتور عنده ضغط يعني عنده ضغطين زين سوى عملية يحتاج إجراء عملية لو مجرد يعني كسر في مكانه وتم تجويسه يعني لا لا بس كسر في مكانه ما نسوي عملية إن شاء الله هم يعني اسمع جوابه راح أناقش عن هذا الموضوع إن شاء الله أشكرك نعم. شكرا جزيلا دكتور شكرا لاتصالك حياك الله مع ألف سلامة نعم طبعا نريد نتعرف على الإجابة الأولى الإجابة للشخص الأول قال أنه تنمل عنده يوصل إلى أصابعه وبنهاية الاتصال ذكر الفقرات العنقية عن الموضوع وفترة طويلة عادة هذا الوصف يشمل اللي هو بالضبط ناقشنا موضوع يعني يكون انزلاق صح. الفقرات العنقية اللي هو يسبب ألم ينزل يصل يعني من الكتف ومن الرقبة إلى الأصابع وقد يكون مصاحب بتنمل اللي هو الخدر وقد يكون مصاحب بإحساس مثل الحرارة أيضا في بعض الأحيان هذا من يبقى فترة طويلة طبعا يجب التشخيص مالته يجب إجراء الرنين للفقرات العنقية حتى نتأكد يعني في أي مستوى في أي فقرة وما هي شدة الإصابة إذا في بعض الأحيان تكون يعني إصابة خفيفة يعني انزلاق خفيف يكون علاج مثلا يعني مجرد علاج واستخدام الرقبة ولكن إذا لا سامح الله هذا اللي ما نتمنى أن يكون بالأخ إذا كان الانزلاق نوعا ما شديد قد نتجه لإجراء عملية تثبيت فقرات هذا اللي يحتاجها هذا إذا كان في حال يعني انزلاق غضروفي بالفقرات العنقية اللي يحتاج رنين فهو يحتاج هسه رنين حاليا ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك انضغاط في بعض يعني الأنسجة بالكف هذا يحتاج فقط عملية بسيطة في الكف لتحرير العصب هذا إذا يتبع يعني الرنين اللي راح يقوم به بعمليات زين هو يقدر يكشف كل هاي الأشياء أو يكتشف أنه إذا كان عنده ضغط بالأعصاب وإذا كان عنده انزلاق من خلال الرنين الرقبة زين الرنين الرقبة. بخصوص الشخص اللي يعاني من الضغط الشخص اللي يعاني من الضغط ذكر انه الكسر هو كسر في مكانه يعني يحتاج تجبيس ما يحتاج عملية فهذا راح يكون يعني ما يأثر عليه باعتبار انه مجرد كسر في مكانه واحتاج تجبيس وما احتاج عملية فممكن انه يكمل فقط يعني عادي يعني علاج ضغطه ياخذه ماكو اشكال الى الفترة اللي يتمم بها التجبيس ويشفى يعني فالموضوعين هنا يكونون بعيدين واحد عن الآخر باعتبار هذا كسر مغلق في مكانه ولكن في حالات اللي يكون بها كسر مفتوح يعني يكون جرح ويحتاج لإجراء عملية لا هنا لا راح يكون هناك تداخل بالموضوع وتغيير علاج الضغط قبل العملية وبعد العملية مجموعة إجراءات حتى طبيب التخدير أثناء العملية لازم يكون عنده علم أن هذا الشخص عنده ضغط على مود يعني يعني للترتيب أدوية التخدير جيد جدا طيب دكتور أريد من عندك نصيحة أخيرة لكل المشاهدين بخصوص هذا الموضوع النصيحة هي يعني المرحلة الأولى اللي يصير بها حدوث الكسر خلينا نقول مثل ما يوصفوا بالإسعافات الأولية هو عدم محاولة تحريك الكسر أكثر وهذه المحاولات الخاطئة اللي هي يعني محاولة إرجاعه مثل ما ذكرتي حضرتك شلون في بعض الأحيان قد يذهبون بعيدا إلى محاولة إرجاع الكسر هذا موضوع خاطئ جدا حاول أنهم أي خشبة أو شيء أو يعني فد تقوية فقط يعني وضعها على العظم ويعني لف بأي ضماد إلى أن يوصل لأي طبيب لأن الكسور تكون حافتها حادة جدا قد تؤدي إلى قطع أي شرايين وعصاب هاي بالكسور وبشكل عام بالفقرات عدم محاولة تحريك أي شخص خصوصا بحوادث السيارات والانتظار النقل بطريقة منتظمة تمام دكتور شكرا لك على كل المعلومات اللي أفادتني بها وأفادت كل المتصلين شكرا لك طبعا حليت ضيف مميز علينا دكتور محمد كامل اختصاص جراحة الكسور وأيضا الفقرات والمفاصل شكرا لك حياك الله شكرا جزيلا نعم. أكيد مشاهدينا مستمرين في مشوارنا الصباحي هذا اليوم الزميلة أضواء أكيد عدت لنا ريبورتاج خلينا نتابع هذا الريبورتاج وبعدها نعوده